السلام عليكم، نتمنى يا ربي تكونوا بألف خير. اليوم قررت نحضر لكم كوجبة عشاء واحد طبق آسيوي تيجي أكثر من رائع وخفيف جدا. حضرته بصدور الدجاج، ولكن سبق لي وحضرته بفواكه البحر، تهما كانوا رائعين، وخصوصا إذا كانت فواكه البحر طرية. مكونات بسيطة، غنحتاجو ليه جوج فصوص من التوم، كمية قليلة على حسب عدد الأشخاص بطبيعة الحال من صدر الدجاج، كمية من البروكولي كتبقى اختيارية، جوج حبات من الجزر مقطع على شكل طولي والسمك ديالها يكون رقيق، من الأفضل يكون رقيق لأن ما غنطيبوهمش بزاف، حبة من البصل مقطعة جوانح، فلفل أخضر أو أحمر مقطعته هو على شكل طولي والسمك ديالو رقيق، جوج معالق كبار من زيت الزيتون أو زيت النباتية، 3 معالق كبار من صلصة الصوجة، ملح وفلفل اسود. وغنحتاج هاد لي نوي شينواز، غتلقاهم في المحلات التجاريه الكبرى، يعني في ديك لي غيون اللي كيبيعوا فيهم المواد الغذائيه المستورده، والا ما لقيتوهمش يمكن لكم تعوضوهم باي نوع من لي بات، تقدروا تعوضوهم بلي سباغيتي، تاهما تيجيو زوينين في الطبق هذا. اذا بالنسبه للطريقه، غادي ناخذ واحد الكاسرونه، غادي نوضع فيها الماء، غنخليه حتى يغلى، وغادي نضيف ديك لي نوي ديالي، نخليهم فقط 3 دقائق، وغنحيدهم من على النار ونصفيهم في واحد الشبكه وغنخليهم على جنب. وهنا في واحد المقلاه غادي ندير ديك 2 معالق كبار ديال الزيت، غنضيف عليهم ديك حبه البصل، وغنضيف 2 فصوص من الثوم، ودائما على نار متوسطة. غادي نحاول نشحر ديك البصل مع الثوم لمدة ديال تقريبا دقيقة، وغادي نضيف الفلفل الأخضر والجزر، وغادي نكمل هنا، غادي ناخد تقريبا 2 دقائق، عاد غادي نضيف البروكولي. اذا هنا من بعد ما ضفت البروكولي، غادي ندير الملح وفلفل اسود، وغادي نضيف ديك صدر الدجاج. ما غنحاولش نطيب الدجاج بزاف، لانه من الاحسن يبقى شويه فتي، الا طيبته بزاف غادي يقصح. نحاول نشحر الكل جيدا، غتاخد معايا تقريبا 1 3 دقائق هنايا. ومن بعد غادي نضيف ديك لي نوي ديالي، وغادي ندير عليهم 3 المعالق كبار من صلصة الصوجة، وغنحاول نشحر الكل جيدا حتى نشوف المقلة ديالي نشفات من ديك الصلصة ديال الصوجة، وتشربت لي الخضر كاملة. ومن بعد غنحيدها على النار ونديرها في طبق التقديم. كيجي هذا العشاء غزال، وكيجي خفيف ورائع جدا، المذاق ديالو رائع، نتمنى انكم تجربوه، واكيد غينال الاعجاب ديالكم. اذا هنا قدمته في طبق ديال التقديم مع الخضر، وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالي، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وكنقول لكم تلقاو ان شاء الله في وصفة جديدة. الى اللقاء.